طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع قصيدة زيرينبو لويليام ووردسورث. قصيدة دي مكررة على أبطال تالتة إعدادي، وتعال نشوف أول حاجة ممكن يجي يقول لي هو إز ذا بويت، مين الشاعر ده؟ امشي معايا واحدة واحدة. ويليام ووردسورث واز بورن إن كامبرلاند، يبقى أول حاجة نمبر 1 كده أهو المكان بتاع ولادة الراجل ده كان في مدينة كامبرلاند، ودي مدينة إنجليزية، فإذا هو اتولد في إنجلاند في إنجلترا. بعد كده هيبدأ يديني الطيب بتاعه اللي هو 1770، وكده عرفت مكانه كامبرلاند في انجلاند في سنة 1770. ماشي، الراجل ده هو جه في فترة بيسموها الرومانتيك بيريود. يعني الرومانتيك بيريود يعني زي هوجة كده، كانت في وقت من الأوقات كان كل الأشعار اللي موجودة في إنجلترا في الوقت دي كلها أشعار رومانسية خفيفة، بعيد بقى عن الأشعار اللي هي إيه، واقعية وسياسية وحزينة والكلام ده. طيب هو كان a great poet of the romantic period، يعني هو كان شاعر عظيم في الفترة الرومانسية دي. تمام، he was educated at Hawks Head Grammar School، يعني الرجل ده هو كان مخلص أو متعلم في مدرسة اسمها Hawks Head Grammar School. ماشي، بعد كده where he was allowed to roam the countryside and come close to life of country people. ازاي؟ قالك المدرسة دي يبدو ان هي كانت في وسط زراعة وقرى وحقل والكلام ده، فده اتاح له ان هو يتجول روم في الكانتري سايد في الريف، وان هو يبقى قريب من حياة الريف وحياة والناس القرويين. وبالتالي he was affected by nature، يعني هو كان متأثر بالطبيعة، يبقى الرجل ده هو كان متأثر بالطبيعة. number 3 ليه بقى يا دكتورة؟ قالك علشان هو كان educated في Hawks Head Grammar School، وبالتالي المدرسة دي كانت فين؟ كانت في الكانتري سايد، وكانت close to the life of country people، قريبة من حياة القرويين، فبالتالي الرجل ده تأثر بيه. ماشي، بعد كده بيقول لي his first book، حط عليه number 4، his first book of poem was called the lyrical ballads، يبقى اول كتاب شعري او اول كتاب لقصائد الشعر بتاعته كان اسمه lyrical ballads، وده كان في 1798. ماشي، ارجع بالزمن شويه. ماشي، قال لك في 1843 he was crowned as a poet laureate in England. أوبا، يعني يا دكتورة، يعني في سنة 1843 الرجل ده لقب بشاعر البلاط. يعني شاعر البلاط؟ البلاط ده مش البلاط اللي احنا قاعدين عليه، لا، ده البلاط الملكي. يعني معنى كده ان الرجل ده كان شاعر الملك، يعني الملك لما يبقى متضايق او زعلان يجيب الرجل ده يديله شوية قصايد كده حلوين. ماشي، his main concept of poetry was that it is a spontaneous overflow of powerful emotions. يعني ايه يا مستر؟ يعني مفهومه عن الشعر ان هو عباره عن فيض مستمر من الطاقه ومن المشاعر الجياشه. recollected in tranquility، يعني الراجل ده كان بيبحث دايما عن الطمانينه في اشعاره. كل ده انا مش عايزه، انا ايه عايز الاربع حاجات اللي انا قلت عليهم. He is one of the early leaders of the Romanticism, which was for lovers of nature. يعني هو واحد من الرواد الأوائل لفترة الرومانسية، وهو كان محب للطبيعة. Clear and full of honest feelings. يعني إيه؟ يعني كان راجل واضح جدا وممنوع بمشاعر الصدق. كل ده أنا مش عايزه، عايز الأربع حاجات اللي إحنا اتفقنا عليها. طيب، ممكن الراجل يجي يقول لك what is the main idea of the poem، ايه الفكره الرئيسيه للقصيده؟ يبقى تعالى عيد تاني قبل ما تقول الفكره الرئيسيه. الراجل ده اسمه ويليام ووردسورث، اتولد في كامبرلاند في انجلترا 1770 سنه 1770. الراجل ده كان من ضمن فتره الرومانتيك بيريود. الراجل ده عمل اول قصيده من قصايده او اول كتاب شعري ليه كان اسمه ليريكال بالادز. الراجل ده اتعلم في مدرسه هوكس هيد جرامر سكول، وبالتالي المدرسة ده هي اتاحت له ان هو يبقى affected by nature، يعني متأثر بالطبيعة. عشان كده الراجل عمل لنا قصيدة اسمها ريمبو، قوس قزح. ريمبو ده انا ما ينفعش ان انا اشوفه الا لو انا ايه في الطبيعة وبصص للسما كده. طب يلا بينا. In this poem the rainbow
The poet explained how nature can influence our mood. الشاعر في القصيدة ده بيوصف لنا ازاي الطبيعة تقدر تأثر على مزاجنا. حط نمبر 1 على مود. بعد كده نمبر 2 feelings، حط نمبر 2. نمبر 3 emotions، يعني الطبيعة ازاي تقدر تأثر على مزاجنا وعلى مشاعرنا وعلى ايه؟ وعلى المزاج بتاعنا العام. The beauty of nature makes him happy. يعني ايه يا دكتورة؟ يعني بيقول لك ان جمال الطبيعة ممكن يخليك سعيد. All the time، طول الوقت. وبالعكس يا محمد، لو انا قاعد في مكان، في مكان موحش، في مثلا قمامة كتير، في مثلا احراش وفي حاجات كده مش نظيفة او مش لطيفة، فبالتالي هتقبض. And he preferred to die if he didn't feel the beauty of the nature. يعني ايه كلمة preferred ده؟ معناها يفضل او فضل ان هو يموت، to die، لو هو ما حسش بجمال الطبيعة. يا نهار ابيض. طيب تعال نشوف اول استانزا. القصيدة بتاعتنا هي عبارة عن 2 استانزا. الاستانزا الاولانية قال لك ايه؟ تعال ترجم. My heart leaps up when I behold. يعني قلبي بينط. بدأنا هون نخش في الاستعراض. قلبي بينط لما باجي ابص. بتبص لفين يا عم؟ قال لك a rainbow in the sky. للكسكسح فين؟ في السماء. ليه يا عم قلبك بينط؟ انا قلبي عاده بينط كده من الفرحه. So was it when my life began. الموضوع ده هو يا محمد لما يجي يبص للرينبو في السماء قلبه بينط. دلوقتي اه. قال لك لا، بس مش دلوقتي، امال؟ من ساعه ما كنت طفل وانا ايه بشعر بالموضوع ده. And so is it now I am a man. ودلوقتي نفس الشعور وانا ايه؟ وانا راجل. طيب يمكن ده شعور وخلاص. قال لك لا. So be it when I shall grow old. وكمان لما اجي اكبر هيبقى نفس الموضوع، ان انا ايه؟ ان الهارت بتاعي lips up when I behold. هيقعد يتنطط لما بص للسماء. Or let me dawn. So be it when مش. So or let me die. ده كمان معايا ايه؟ لحد ما ايه؟ لحد ما اكبر. او لو انا ما حسيتش كده انا هموت. or let me die. يعني لو انا ما حسيتش ان انا قلبي بيفرح لما بيشوف الرينبو، لا يبقى يا رب اموت احسن. تمام؟ طيب. يبقى القصيدة ده هي. الشاعر شاف مين؟ شاف الرينبو. ايه اللي حصل له؟ الهارت بتاعه لبس قعد يتنطط. ماشي. ليه؟ قال لك لأنه هو بيحب الرينبو. طب انت بتحب يا عم الرينبو امتى؟ النهاردة. قال لك انا بحبه في 3 فترات من حياتي. لما كنت اللايف بتاعتي بيجان، حياتي بدأت لما كنت بيبي، بعد كده لما كبرت شوية وانا دلوقتي I am a man، وكمان ان شاء الله لما ابقى old grow old. طب يا ابني انت ممكن في يوم من الايام ما تحسش بجمال الرينبو ده، تبقى قاعد بتبص للسماء كده وشايف الرينبو عادي. قال لك لو الموضوع ده حصل ليت مي داي، خلينا اموت احسن. ربنا يشفي يا رب. طيب بعد كده ذا تشايلد از ذا فاذر اوف ذا مان. هنا بقى الراجل نط في حته تاني خالص، بيتكلم عن حاجه اسمها الفيلسوفي. يعني ايه يا محمد؟ هقول لك دلوقتي. دي فلسفه عميقه قوي ما يفهمهاش الا حد مركز قوي، فاستاذنك كل مركز. ذا تشايلد از ذا فاذر اوف ذا مان، يعني الطفل يكون والد الراجل. انت فاهم حاجه؟ ها، الطفل يكون والد الراجل. يعني ايه؟ فكر كده وقول لي. الطفل البيبي الصغير اللي قاعد اهو هيبقى والد الراجل. عارف يعني ايه؟ يعني بالظبط. يعني عايز يقول لك ان الطفل ده هو ممكن بعد 40 سنه هيكون ابو راجل. هيكون راجل كبير عنده 40 سنه وعنده طفل. ايه يبقى تاني يا مستر؟ يبقى عايز يقول لك ان الولد ده هو ابو الرجل. يعني ابو الرجل يعني الولد اللي انت شايفه قدامك بيبي ده هو بعد 80 سنه او 70 سنه هيكون كبر قوي وبقى جد وبقى ابو ايه؟ ابو اي ايه راجل قاعد قدامك. دي فلسفه عميقه قوي. And I could wish my days to be. يعني ايه؟ اتمنى ان ايامي الجايه ربنا يملاها بالسكينه والحب. ايه ده بقى؟ الراجل عمال يلوش. عارف عامل زي ايه؟
زي واحد كده عمال يحط لك قطعة كنافة جنب جلاش جنب بلح الشام جنب مش عارف ايه. اول حاجة اول سطر في الاستنزة التانية الراجل عايز يقولك ان هو راجل فلسفي يعني عميق قوي. شايف ريم ده هي؟ ريم دي هتبقى ام البنت اللي قدامكم بعد ايه؟ بعد 50-60 سنة هتبقى كبيرة، ممكن تبقى جدة وتبقى ايه؟ ام ايه؟ اي طفلة. دي فلسفة عميقة. عايز كمان يقول لي ان هو قريب من ربنا او من الاله بتاعهم، عشان كده عمال يقول ايه؟ اتمنى ان الاله يخلي الايام الجاية فيها سعادة. طيب ايه كمان؟ بص بقى اللي جاية دي حتة عميقة قوي. bound H2H by nature bitey. يعني ايه؟ يعني احنا في حياتنا يا ريناد سلسلة بتسلم سلسلة، مرحلة بتودي المرحلة. يعني ايه؟ يعني بالضبط كأنك انت بتطلع الدور التاني عشان واحد يطلع بدلك الاول، طلعت التالت هو هيطلع بعدك التاني، وفي حد هيبدأ اول. دي الحياة بتاعتنا عاملة زي سيركل، دايرة، جيل بيسلم جيل. انا كمحمد هاخد مكان مدرس الاول بعد كم شهر، والمدرس الاول هيطلع على المعاش، انا بعد كم شهر انا هطلع انا كمان على المعاش، وثم واحد تاني هيجي بدالي. حالة بتودي الحالة. تمام يا مستر؟ طيب تعالى نشوف بقى الشرح بتاعنا ده. يلا بينا، استأذنك تكون مركز. البارافريز، شرح الأبيات. طيب احنا هنقسم الأبيات بتاعتنا لثلاث أجزاء، الاستنزا الأولانية ومعاك لحد لاين 6 أول 6 سطور، دول البارافريز بتاعه، ثم لاين 7 ليه حاجة لوحده، ثم آخر سطرين لهم حاجة لوحده. يلا نبدأ. The poet tells us that his heart jumps with happiness. الشاعر بيوصف يا دكتورة إن قلبه بينط من السعادة. إمتى يا حاج؟ قال لك whenever he sees rainbow، لما باجي أشوف الإيه؟ قوس قزح. In the sky، في السماء. This is how he felt when he was young. يعني إيه؟ الحالة ده هي عنده يا ريم من أول ما كان بيبي صغير. وخلاص خلصها؟ قال لك لا. And it is still makes him happy. وبرضو ده لسه بيخليه سعيد as an adult، وهو لسه شاب الوقت وبالغ. طيب ايه كمان يا عم؟ قال لك he hopes that he will feel this way when he is older as well. يعني ايه؟ ويتمنى من الله ان يفضل الاحساس بتاعه حب الطبيعة لما يبقى جد وراجل كبير في السن. طب لو ما بقاش يريم بص هيعمل ايه؟ He would prefer to die if the sight of a rainbow no longer makes him happy. يعني بيفضل ان هو ربنا ياخده ويموت لو جمال ومشهد الرينبو ده ما خلاهوش سعيد. ده كله لمين؟ في حب الرينبو او الكسكسه. ماشي، يبقى ده اول 6 ابيات. بعد كده الراجل هيبدا يتكلم عن الفلسفه اللي هي ايه؟ بيقول لك الطفل ده ابو الايه؟ ابو الرجل. اهو the poem sums up his philosophy. الراجل هنا هو الشاعر بيختصر الفلسفه بتاعت الحياه عن طريق ان هو he believes that every human، بيؤمن ان كل انسان being is influenced by his childhood and that the child is man's first teacher and instructor. يعني ايه؟ يعني بيقول ان الطفل ده بيتاثر بمين؟ بيتاثر بالطبيعه، وبيتاثر باللي اكبر منه، واللي اكبر منه اتاثر باللي ايه؟ باللي قبليه، وهكذا. طيب لاين 8 و 9 in the last two lines is a poet wishes. هنا هو في اخر سطرين الشاعر بيتمنى that love and respect for God and religion will provide him with peace and tranquility. يعني هنا هو الشاعر بيتمنى ان الحب والاحترام للإله وللدين، ان هو بيحب ربنا يعني والدين، وقريب من ربنا والدين، ان ده هيساعده ان هو يمده بالسلام والهدوء وبالطمأنينة. تعال نشوف الرايم سكيم للقصيدة دي. الرايم سكيم اي بي سي سي اي بي سي دي دي. طبعا دي يا مستر الرايم سكيم. طب هات لي الفيجر اوف سبيتش. الفيجر اوف سبيتش بتاعتنا في اول سطرين ماي هارت ليبس اب وين اي بي هاوند. يعني ايه؟ يعني قلبي بيقفز عندما ايه؟ انظر. The poet gives his heart is the heart human feature
and depicts it as a man who can jump with joy. يعني الرجل هنا هو الشاعر بيعطي القلب صفة إنسانية وبيصوره كأنه رجل عمال ينط من الفرحة. يبقى بيقول لك القلب بينط من السعادة. هو في قلب بيقعد ينط؟ والقلب ما بينطش. القلب بإيه؟ طب ما القلب بيقعد يتحرك صح؟ لا ما هو معلش في فرق ما بين ينط ويتحرك. القلب ما بإيه؟ ما بينطش. القلب بيضخ. يعني بيضخ؟ بيضخ بعدد معين في ثواني معينة بسيستم معين. لكن اللي بينط ده ممكن ينط في ثانية ويقف شوية ويطلع يعلى شوية ينزل شوية. لا القلب مش بالمزاج كده. فهو هنا مصور ان القلب كأنه بني آدم عمال ينط من الفرح. طيب نكمل. The poet is comparing his happiness when he sees the rainbow to a person jumping or springing through the air. يعني هنا هو الشعر بيقارن سعادته باللي هو بيشوفها تمام بإيه؟ بشخص عمال ينط و بيقفز في الهواء من ايه؟ من السعاده بتاعته. يبقى انا هنا اختصار للفرح ده كله الشاعر هنا هو بيعمل بيرسونيفيكيشن. يعني ايه بيرسونيفيكيشن؟ كلمه بيرسونيفيكيشن جايه من كلمه بيرسون شخص. انا هنا بدي غير عاقل بدي له صفه العاقل يريم. يعني اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك محمد ده هو شجاع كالاسد. انا هنا بوصف محمد تمام او محمد انيابه كالاسد. يبقى انا هنا بوصف محمد بدي له بيرسونيفيكيشن. لا مش بديله بيرسونيفيكيشن. ليه؟ لان محمد ده بيرسون. لكن لو انا جبت حاجه غير عاقل واديتها صفه الانسان يعني اجي اقول لك ايه البحر طيب زي محمد. انا هنا جبت الغير عاقل واديته صفه محمد عملت له بيرسونيفيكيشن. يبقى بدي الغير عاقل صفه الانسان تمام. فانا هنا اديت للريمبو صفه ان هو عمال يتنطط زي البني ادم اوكي او القلب ان هو بيتنطط زي البني ادم تمام كده. طيب تعال نكمل. A repetition. التكرار. التكرار فين؟ في كلمة so. تعالى نشوف so دي. So. Yeah, so. أهو. So هتلاقيها موجودة معاك. So. 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 شايفينها؟ في أول الأبيات. تقريبا كان هيغني أغنية محمد منير so يا so. بس رجع في كلام. يلا بينا بطل ضحك. The word so is repeated three times. يبقى الكلمة so بتتكرر ثلاث مرات. طب هو اللي بيعملها كده؟ قلب makes music بيعمل موسيقى. طيب بعد كده عندي الكونتراست التناقض. There is a contrast in the meaning between the life began and die. يعني في تناقض ما بين ان هو يقول لك الحياة بتبدأ وما بين ان هو بيقول لك يا رب اموت. يبقى دي حاجة بتبتدي وحاجة بتنتهي. طيب ايه كمان؟ الميتافور الاستعارة. بيقول لك bound each to each. هنا الشاعر بيعطي الحياة كأنها صفة السلسلة اللي بتكون joined together مرتبطة ببعض. يبقى هنا هو فيها ميتافور bound each to each. يعني ايه؟ يعني سلسلة حلقة مرتبطة بحلقة. البارادوكس. بارادوكس ده معناها فلسفة. أنا هنا عرفت إن الفلسفة في إيه؟ اللي هو ساعة ما قال لك الطفل أبو الرجل اللي هي هنا هو. The child is the father of the man. الطفل أبو الرجل. The poet uses a statement which seems to be self-contradiction or abused. يعني إيه؟ يعني هنا هو يا ريناد الشعب بيستخدم لقب كده أو جملة كده بتبدو لي إن هي غريبة. إزاي الطفل ده أبو الرجل ده؟ هو هنا يقصد ان الطفل ده هيكون ابو الرجل في المستقبل بعد 50-60-70 سنة لما يبقى عنده هو 70-80 سنة هيكون ابو راجل تمام كده. هو ده يقصده. فهنا بيقول لك تناقض غريب بس عايز واحد يشرحه. يعني turns out بيوضح to have responsible and sensible meaning. يعني ايه مستر؟ يعني ده بيبرز المعنى وبيوضحه. اخر حاجه عندي الاليتريشن اللي هو تكرار الحرف الاول ما بين ووز وما بين وين اللي هم اولهم حرف دبليو. كومنتاتري. الكومنتاري او الكومنتاتري بتاعته او اللي هو التعليق على القصيده. الكومنتري هنا ممكن يجي يقول لك اعمل لي كومنتري على القصيده دي. كومنتري على القصيده هتبدا طبعا سيبك من هو كاتبه كده هتبدا تقول ان هي فيها تو ستانزز فيها استنزتين
تمام؟ هتيجي تقول لي الرايم سكيم بتاعها ايه؟ ده التعليق على القصيدة يا شباب، غير اللي هو كاتبه ده بالإضافة للي كاتبه. هتقول لي الرايم سكيم اللي فيها ايه؟ تمام؟ طبعا الرايم سكيم اللي احنا كاتبينه اللي هو A B C C A B C D D، تحس ان هو ايه بينقط في فرح. طيب بعد ما تكتب كده ممكن تكتب لي الفيجر سبيتش اللي فيها. الفيجر سبيتش اللي فيها ست حاجات: بيرسونيفيكيشن تشخيص، ريبيتيشن تكرار، كونتراست تناقض، ميتافور استعارة، بارادوكس فلسفة، الليتريشن تكرار حرف اول. بعد ما تكتب كده اكتب بقى حاجة كده من اللي هو كاتبهم. The poem is very short and simple، يعني الشعر هنا هو يعتبر مختصر جدا وبسيط في كلامه. But it has important ideas that are expressed in every and very few lines، يعني ايه؟ يعني بالاختصار كده يا رينات في كم سطر الراجل قال اللي ممكن عشان اعرف انا اعبر عنهم، ممكن محتاج سطرين، محتاج ايه صفحتين ثلاثة. يبقى الراجل في القصيدة كده عبر لنا عن جمال الرينبو وأهمية الرينبو. ايه كمان يا عم؟ By simply looking at a rainbow the poet has expressed his philosophy of life، يعني الراجل ده هو بالنظر للرينبو قال لنا جمال الرينبو أهميته بالنسبة للشاعر، وكمان فلسفته في الحياة بالمقارنة ايه او بالايه بالاشارة للرينبو. ازاي فلسفته للحياة؟ فلسفته للحياة اللي هو بيقول ان اي طفل ده بيتأثر بالطبيعة، وبالتالي بيعمل ايه يا ريم؟ لما بيكبر بينقل الخبرة دي لعياله. مش فاهم يعني، هديك مثال بسيط عشان نفهم الفرح ده. انا مثلا على سبيل المثال ممكن اكون خايف من الارتفاعات، بخاف من الارتفاعات، انا ممكن بعد كده لما يجي اي موقف حياتي معايا ومع اولادي لما يلاقوني انا بخاف من الارتفاعات، ممكن اولادي بعد كده يطلعوا هم كمان بيخافوا من الارتفاعات، يفتكروا ان دي حاجه خطر او حاجه كده. واحد تاني بيخاف من الصرصار او بيخاف من النمله او الكلام ده كله، لما تيجي مثلا واحده في البيت تقعد تصوت من صرصار ماشي في امان الله كده ولا حاجه، تمام؟ فطبعا ولادها يفتكروا ان الصرصار ده حيوان مفترس هيطلعوا كده. يبقى عايز يقول لك ان احنا بنتاثر بالطبيعه وبالتالي بننقل الخبرات اللي المهببه دي لاولادنا. The poet talks about himself in connection with nature، يعني هنا هو الشاعر هنا بيربط نفسه بالطبيعه. طبعا حقوق عليا عشان انا عينيا ملتهبه مش شايف كويس، فطبعا بقرا ببطء شويه فحقوق عليا. تعال نشوف بعض الاسئله هنا. بيقول لك how does the poet show the mortality and the immortality in his poem، يعني هنا هو ازاي الشاعر بيوضح الابديه والخلود وعدم الخلود. بص يا مستر، الابديه والخلود من غير ما اقرا الاجابات، عايزه تكتبي يا رينات اكتبي كده mortality اللي هي الابديه، انا هكتبها عشان الناس اللي بتتفرج على الفيديو، والغير ابديه. طيب سؤال، يعني ايه ابديه وغير ابديه؟ ابديه يعني ما بتموتش، غير ابديه يعني بتموت. طب انا من غير ما اقرا الابديه اللي هي مين؟ اللي هي الطبيعه، والغير ابديه الانسان. اهو بص كده the poet showed it through، محمد استاذنك ممكن تمسك كده وتحطها كده اهو. The poet showed it through using the word، يبقى الشاعر بيوضح الكلام ده عن طريق كلمه ايه؟ رينبو. As an element of nature which never ends، يبقى ده هو عن طريق الرينبو اللي هو عنصر من عناصر الطبيعة لا ينتهي. طب في المقابل يا دكتورة، he showed the immortality through using the word man، يبقى عن طريق استخدام كلمة man بيوضح فيها الامورتاليتي اللي هي ايه؟ which refers to the human being، اللي بتشير للإنسان أو الكائن البشري. who dies، اللي بيموت at the end of his life، في نهاية حياته. يبقى ده كده شيء فرق ما بين الاثنين. السؤال الثاني، how does the poet show his religious tendency، اكتب عليها الدافع او الاتجاه الديني، مش فاهم، in the poem، يبقى هنا قول الاتجاه الديني في القصيده. لو جه قال لي في اتجاه ديني في القصيده، يعني ايه الاتجاه الديني؟ يعني ريم دي كل ما تيجي تتكلم لازم في كلامها تلاقي كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول في القرآن في سورة كذا، فأنا على طول دايركت كده أعرف إن ريم دي إيه؟ ليها صلة بالقرآن وبتعليم الدين. هو الراجل هنا في إيه؟ في السطر اللي قبل الأخير، بص كده بيقول لك إيه؟ In the last two lines، في آخر سطرين، the poet wishes that his life would continue in harmony with the beauty of nature and that love and respect for God and religion which provide him
with peace and tranquility. يعني هنا هو الشاعر بيتمنى إن حياته تمشي بسعادة ويبقى فيه استمتاع بجمال الطبيعة وبحب واحترام ربنا, إن هو بيحترم ربنا وبيحبه, وإن هو كمان يا مستر بيتمنى السلام والطمأنينة. What does the poet describe in the first two lines? الشاعر إن هو بيوصف إيه في أول سطرين؟ الشاعر طبعا بيوصف سعادته, his happiness when he sees a rainbow in the sky, لما بيشوف الرينبو في السماء. When do we acquire our love for nature? إمتى هو بيطلب حب الطبيعة؟ حب الطبيعة ده كشاعر هو طلبه من ساعة ما هو صغير, وبيقول لك مستمر معاه دلوقتي وهيستمر معاه في المستقبل. بص كده, when we are young, لما نكون صغيرين, that love grows with us, الحب ده هو بيكبر معانا للطبيعة. Or as we grow older, ولما كمان بنكبر أكتر, when we grow up, لما بنكبر خالص بقى في السن. What's the continuity of man's life compared to, يبقى هنا هو استمرارية حياة الإنسان مقارنة بإيه؟ هنا بيقارن حياة الإنسان واستمرار حياة الإنسان بالرينبو. إزاي؟ It's compared to the continuity of the natural phenomena, the rainbow. يعني إيه مستر؟ هو هنا بيقارن اللي هنا ظاهرة الرينبو بإيه؟ بالإنسان. طبعاً هنا في مقارنة, المقارنة في ما بين المورتاليتي والإمورتاليتي, إن دي الرينبو حياة أو حاجة أبدية, أما حياة الإنسان وطبيعة الإنسان حاجة غير أبدية. The child is the father of the man, explain. يعني إيه؟ اشرح بقى الحتة دي. In this line, the poet sums up the philosophy. هنا هو الشاعر في القصيدة دي بيوصف, أو في الأبيات ده هي بيوصف الفلسفة بتاعة الحياة. بيقول, he says that the child grows up to be a man. بيقول ما هو الطفل ده في يوم من الأيام هيكبر يبقى رجل. And then he gets married. بعد كده هيتجوز. And he has children of his own. وبعد كده أطفاله هيكونوا إيه؟ هيكونوا رجال في المستقبل. And these children grow up and become men, etc. وهكذا. يعني عايز يقول لك إن حلقة بتسلم لحلقة, وده أنا شرحته إيه من شوية. What's the poet wish in the last line? أمنيته إيه؟ أمنيته طبعاً إنه هو إيه؟ إنه هو يكون متصل بحب الطبيعة, وإنه هو كمان يكون محترم ويعني بيحب إيه ربنا وبيحب الدين بتاعه. Explain the personification in this poem. اشرح التشخيص. طبعاً إحنا التشخيص دي يعني اتكلمنا عنه في أول بيتين, لما قارن ان القلب عمال ينط كده كأنه ايه؟ كأنه طفل او كأنه شاب من السعادة, تمام, لما بيشوف جمال الطبيعة. ده كده يا شباب بالنسبة لي البويتري بتاعنا, البويم بتاعنا. طبعا بعتذر طبعا عشان الإضاءة, وبعتذر طبعا عشان عينيه ملتهبة ومش احسن حاجة, فأتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا, واتمنى ان انت ما تنساش ان انت تدعيني بالخير. شكرا جدا, واشوفك على خير.